بمواجهة كناز الآخر السيدة ماري حداد. ماري حداد عندها 4 أولاد، عندها 12 حفيد، تعمل بعصامية حتى تأمن قوت أسرتها، وهي ضد القمار بكل أنواعه. رح تواجه كناز. موافقة؟ موافقة. تفضلوا. 5. كناز، هل شي مرة على طاولة القمار تراهن عليك أو رهنتي على حالك؟ أبدا. ماري، شو رأيك باللي بيلعب قمار وبيراهن على حاله أو على مرته أو على شريكته؟ هيدا مستهتر مريض وأناني. بيبقى 4. كناز، صدقا كم مرة انزليتي كل الكرمال القمار؟ مديتي ايدك؟ طلبتي مصاري؟ نزلت لبنتي لحدا غريب؟ لا، اسحب عن معاشي يعني. انا ما بتدين ولا بطلب من حدا، بس من بنتي يعني بالله اعطيني على المعاش، اعطيني على المعاش. صاحب الكازينو بيعطيكي؟ صاحب ال أنا بدي أحكيك هلأ، هو في أصحاب، هو جوزي الله يرحمه، وعندي معاملة خاصة أنا ما بطلب منه، هو بيقول لهم حطوا له 100 على المكان. قد بيعطيكي؟ 100 150. ماري، كناز تعتبريها صاحبة كرامة أم منزلت؟ تصور انزلت، لأنه كل واحد بيمد إيده للناس وللعالم حتى لو ولاده بيكون مزلول بهالحياة. 3. ماري، إذا بدك توصفي كناز بثلاث أوصاف، شو بتقولي لها؟ بتقول لك مستهترة، مريضة، وأنانية، لأنه هي قبل ما تأذي على العالم عم تأذي حالها، عم تأذي نفسها، لأنه القمار خراب الديار. كناز، شو بترد عليها؟ أنا ما عم زل حالي أبداً وما عم مد إيدي، وهيدي بنتي معيشتني ومن معاشي يعني. أنا ما ضد القمار، بس أنا لاني بلا كرامة ولا زل حالي، ما بقبل أبداً يعني. 2. ماري، قلتي لي إنه المقامر هو خراب بيوت. هي ما خربت بيت حدا، طلع بعيونها قولي لها كيف خراب بيوت؟ خراب بيوت هي ما خربت بيت حدا، قلت لها، بس هي خربت بيتها لإلها، خربت مع أولادها. يعني إذا أولادك يعني أنت زعلانة منهم بشوي، هن زعلانين منك كتير، أنتار يعني بدون منك. أهم شيء العيلة، أهم شيء الأولاد. يعني هي المرأة هي اللي بتخرب بيت وهي بتعمر بيت. كيف بقى بالقمار؟ لا، ولو حضنوني مش عم حط الحق عليهم مثل ما هو لازم يعني. أنا ما بلعب قمار، ليه بدي أخرب بيتي؟ المفروض الأم بتلم، هن كل وحدة مع جوزة، ما يعني ما جوازهم ما بدهم وجودة، ما بدي أخرب بيت حدا أنا. 1. أنت أم وأنت أم، ولاد مين يحترموا أمهم أكثر؟ طلعوا ببعض. ماري، ولادي أكيد، ولادها أكيد أكيد، لأن أنا توفى جوزي من 12 سنة، ضميت مكملة وحضنتهم وضليت معهم وضلني ماشي معهم. أنا وبعدني عم بشتغل لهلأ يعني، ما أنا ما في يعني ما لقيت شغل، بس أنا طلقت كان عمري 30 سنة وبقيت بالبيت معهم ومع بيهم، ما تركتهم وكان بقدر اتجوز. طيب ليه ما اصلا ما تجوزتي؟ اوكي، بس ليه ما اشتغلتي بوقتها؟ ما فيني صغار، هني كيف بدي اشتغل؟ كيف بدي اتركهم؟ قد ايه صغار يعني؟ صغار، وبين بشتغل بالكازينو صغار، 7 8 سنين، كيف بدي اتركهم؟ كان فيك تشتغلي، انا بتشتغلي بالبيت، بتدبري شغل بالبيت. عم بشتغل بالبيت، عم بشتغل بالبيت، بتدبري شغل انه تشتغلي بالبيت. ماري، اي نعم، بعدني بشتغل انا بالبيت. كرمال قد ايه عمرك؟ عمري 65، وارني بشتغل لهلا،
أنا ما بعرف. كرمال أولادك؟ كرمالي أنا قبل ما كرمال أولادي، أولادي كبروا ولا هيدو، بس بعدني بساعدهم وبعدني بس كرمالي أنا بروح بشم الهواء. جربت الأمار؟ نو 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 حياتي. تسلية أوكي، بتسلى بتسلى بالورق، بلعب بتسلى، بروح على النادي بتسلى، بسافر برقص بعمل اللي بدك إياه، بس القمار ولا ممكن حط ليرة، مش ليرة، ليرة هي ما بحطها على القمار. ماري هيك، وفي كتير ناس مثل كيناز بيفاخروا بحالهم بالمجتمع وبيقولوا أنا هيك.